طيب بصوا يا جماعة، طبعا دي الصورتين اللي احنا ابتدينا بيهم في الأول خالص، تمام، خدنا تفاصيلهم مفهومش أي مشاكل. هنبدأ من هنا، دي الزايدة اللي اسمها الألانتويس اللي قلنا عليها بتطلع من اليوكساك، بتطلع من السكندري يوكساك. طيب مبدئيا كده هوت اليوكساك احنا قلنا ان هي بتطلع من الهايبوبلاست، يعني بتطلع من الطبقة اللي تحت اللي اسمها الهايبوبلاست، والهايبوبلاست ده فيوتشر هيتحول لإيه؟ لإندوديرم. يعني نقدر نقول ان اليوكساك نفسها عبارة عن اندوديرم. فلما نقول الالانتويس طالع من اليوكساك يبقى برضو الالانتويس عبارة عن اندوديرم، اندوديرمال ان اوريجين. طيب اتفقنا ان المنطقة دي اسمها كونكتنج ستوك او بادي ستوك، ودي اللي هتعمل لي فيوتشر، هتعمل لي ايه؟ هتعمل لي الامبليكال كورد. يبقى اول ما بيطلع الالانتويس بيدخل جوه الكونكتنج ستوك، يعني في المستقبل هيبقى جوه الامبليكال كورد. طيب خدوا بالكم من حاجه، ان الالانتويس اول ما بيطلع مش بيبقى كافيتي، مش بيبقى زي الصوره كده، بيبقى سوليد، بيبقى مقفول، يعني بيبقى زايده زي الصباع مقفوله مكونه من الاندوديرم. بعد كده بيحصل له كاناليزيشن، بعد كده يحصل له كاناليزيشن، تمام. طيب بعد ما يكتمل الفولدنج، يعني احنا بنبتدي في الصوره دي الفولدنج، هنا الفولدنج اكتمل، في الحاله ديت بنلاقي الالانتويس بقى متصل بالانبوبه اللي اتفقنا اسمها بريميتيف جات. دي منطقه الهيد ودي منطقه التيل زي ما قلنا. يبقى المنطقه بتاعه البريميتيف جات اللي موجوده ناحيه التيل، برضو قلنا الكلام ده، كان اسمها هايند جات. يبقى الالانتويس متصل بالهايند جات اللي هو التيرمينال بارت اوف بريميتيف جات. قلنا برضو ان الهايند جات، بصوا كده ركزوا معايا، من المنطقه دي للمنطقه دي ده هايند جات. الجزء التحتاني، الجزء الاخير من الهايند جات دوت اتفقنا اسمه ايه؟ اسمه كلواكا. كلواكا مكتوبه اهي، كلواكا. يبقى الالانتويس بيبقى متصل بالهايند جات، بس اني جزء من الهايند جات؟ المنطقه اللي اسمها كلواكا. السنة الجاية إن شاء الله هتعرفوا إن الكلواكة دي بيطلع منها حاجات، من وسط الحاجات اللي بتطلع من الكلواكة اليورينري بلادر أو المثانة. وإحنا قلنا في الحالة ديت إن الألانتويس أكنه متصل باليورينري بلادر أو بالمثانة. طيب جميل، ركزوا معايا بقى. الألانتويس دلوقتي جوه الأمبليكال كورد، هتيجي مرحلة معينة الألانتويس ده هيختفي، يعني الجزء اللي موجود جوه الامبليكال كورد ده هيختفي تماما، بس هيفضل جزء في الالانتويس اللي هو الجزء اللي انا بشاور عليه ده، الجزء الاخير ده، اخر جزء من الالانتويس مش هيختفي. بس الجزء اللي مش هيختفي دوت مش جوه الامبليكال كورد، جوه الجنين. ما هو الالانتويس دلوقتي في جزء منه في الامبليكال كورد وجزء منه في الجنين. الجزء اللي جوه الامبليكال كورد في مرحله معينه هيختفي تماما، الجزء اللي جوه الجنين دوت يعني ورا السره، الجزء دوت هيفضل موجود بس هيبقى اسمه بدل الانتويس هيبقى اسمه يوريكس، هيبقى اسمه يوريكس. يبقى اليوريكس دي في النهايه برضو متصله باليورينري بلادر، متصله باليورينري بلادر، تمام. طيب ركز معايا بقى هنا، هوت ايه الانوماليز بتاعه الالانتويز، ايه المشاكل الانوماليز اللي ممكن تحصل فيه؟ في ثلاثه انوماليز. طب بما ان الالانتويس هيسيب جزء اسمه يوريكس، يبقى الانوماليز دي نسميها يوريكال انوماليز، مشاكل في اليوريكس اللي هيفضل موجود. ايه بقى المشاكل بتاعت اليوريكس؟ في حاجه اسمها يوريكال سيست، في حاجه اسمها يوريكال فيستولا، وفي حاجه اسمها يوريكال ساينس. هم دول الثلاثه انوماليز. يبقى لو سالتك ايه الانوماليز بتاع الالانتويس، تقول لي يوريكال سيست، يوريكال فيستولا، يوريكال ساينس. قبل ما اقلب على الصوره اللي بعديها، في مشكله في الكلام اللي انا قلته او حاجه مش واضحه؟ ايوه دكتور، ممكن تعيد الالانتويز وش اللي بقي؟ طيب هعيد تاني بس على الصوره اللي بعديها. بصوا يا جماعه، بعد ما حصل فولدنج، ادي الايه؟ الفولدنج اكتمل اهو، تمام؟ وادي الهيد فولد وادي التيل فولد. ادي المنطقه بتاعت الراس وادي المنطقه بتاعت الديل او ناحيه اللور لين. طبعا الكافيتي اللي بره ده هيبقى الامنيوتيك فلويد او الامنيوتيك كافيتي، تمام. طيب الجزء اللي انا بشاور عليه ده هو الالانتويس، والجزء دوت هو الامبليكال كورد اللي هو الكونكتنج ستوك بعد ما تحول لامبليكال كورد، تمام. طيب اللي جوه الجنين دوت باللون الاصفر دي الجات اللي هي البريميتيف جات.
الجزء الاخير من البريمتيف جاد ده اللي انا بشاور عليه اسمه هايند جاد. الجزء التحتاني من الهايند جاد ده اسمه كلواكا. يبقى اكن الالانتويز دي متصله بالكلواكا. بص لي كده على الالانتويز، ركز في الحته دي كويس. الالانتويز جزء منه، جزء كبير جوه الامبليكال كورد، وجزء صغير منه، الجزء اللي انا بشاور عليه دوت، جوه الجنين مش جوه الامبليكال كورد. الجزء اللي انا بشاور عليه جوه الامبليكال كورد، الجزء الطويل ده، هيختفي تماما قبل الولاده، هيختفي تماما ومش هيسيب اي اثر. الجزء اللي في البدايه ده اللي هو جوه الجنين بعيد عن الامبليكال كورد، الجزء ده مش هيختفي، هيفضل موجود. الجزء اللي هيفضل موجود ده بسميه يوريكس. اللي هيفضل موجود ده هيبقى اسمه ايه؟ يوريكس. لغايه دلوقتي في مشكله؟ انا عدت الكلام تاني اهو على الصوره. وصلت ولا فيها مشكله؟ طيب الحمد لله. طيب بصوا بقى، المفروض ان اليوريكس اللي هو الجزء اللي هيفضل دوت بيبقى متصل بمين؟ اتفقنا مين الاورجان اللي متصل بيه؟ انا بسالكم دلوقتي، مين الاورجان اللي اليوريكس الجزء اللي فاضل من الالانتويس متصل بيه؟ قلتها كتير، يورينال بلادر. يورينر بلادر، المثانه. ليه بتقولوا الجت؟ متصل بالجزء اللي هيتكون يعمل لي المثانه، يعني متصل بالمثانه. طب هل اليوريكس دوت هيفضل مفتوح؟ لا، اليوريكس ده كمان شويه هيتقفل. يعني اليوريكس نفسه، الانبوبه اللي فاضله، الجزء اللي فاضل دوت هيتقفل. بس هل بعد ما هيتقفل هيختفي؟ لا مش هيختفي. بعد ما هيتقفل هيفضل مقفول على هيئه حبل او ليجامنت. حبل او ليجامنت. يبقى الحبل ده هيبقى موصل ايه بايه يا شباب؟ هيبقى موصل المثانه من الناحيه دي بالسره من الناحيه الثانيه. تمام؟ مفهومه كده ولا فيها مشكله؟ يعني اليوريكس ده بعد ما يتقفل هيتحول لليجامنت. الليجامنت ده من الناحيه دي هيبقى ماسك في اليورينري بلادر، ومن الناحيه الثانيه هنا هيبقى ماسك في السره. ما هو ده الحبل السري، انت هتقطعه من هنا، يبقى السره موجوده هنا. واصله دي ولا فيها مشكله؟ واصلة دكتور. طيب الحمد لله. هات لي بقى الصوره اللي بعديها، تعال نشوف الانوماليز اللي احنا قلنا اسمها من شويه، الثلاثه انوماليز. بص كده معايا، ايه الصوره اللي قدامنا دي؟ ادي كده جدار البطن من قدام، المفروض في اتنين سره بس واحده تتقفل. لا يا دكتور، هي سره واحده طبعا، سره واحده. بص ركز معايا في الصور دي وهتوصل ان شاء الله. ده جدار البطن اهو، تمام. المنطقه اللي انا بشاور عليها ديت هي ايه؟ هي دي السره اللي هي الامبلايكس، تمام. طيب ارجع لي ورا جدار البطن، ارجع كده ورا جدار البطن، مين الاورجان ده؟ الاورجان المجوف ده هو اليورينري بلادر بعد ما اتكون، خلاص ده شكل البلادر النهائي. طيب الحبل السري كان موجود هنا اهوت، الحبل السري او الامبلايكال كورد كان جواه في الانتويس. الالانتويس اللي في الامبلايكال كورد اختفى تماما، ملناش دعوه بيه بقى هو والامبلايكال كورد. اكن الانبوبه دي هي الجزء اللي كان جوه الجسم من الالانتويس. بعد ما الجزء اللي في الحبل السري اختفى، الجزء بتاع الانبوبه اللي فضل هنا سميناه ايه؟ سميناه يوريكس. يبقى اكن هي دي اليوريكس. المفروض اليوريكس دي بعد كده هتتقفل. طب هتتقفل وتختفي؟ يعني هل الخط ده هيختفي؟ قلنا لا، هتتقفل وهتسيب مكانها خط ابيض، يعني ليجامنت. الليجامنت دوت المفروض انه ماسك في السره من جوه، وماسك في اليورينري بلادر من الناحيه الثانيه. تمام؟ ده اللي احنا قلناه. بص بقى الانومالي اللي بتحصل هنا بعد الولاده، ايه اللي بيحصل؟ اليوريكس ده ما قفلش، فضل مفتوح، ما تحولش لليجامنت. يبقى في الحاله دي اكن في قناه بعد الولاده بتربط السره باليورينري بلادر، قناه مجوفه. يعني الطفل ده يتولد تلاقي اليورين البول بيخرج من المثانه من السره، يعني البول اللي في المثانه بيخرج من السره. بنسمي الحاله دي يوريكال فيستولا. فيستولا يعني انبوبه مفتوحه. تمام؟ واصله الانومالي دي؟ سهله ولا فيها مشكله؟ اسمها يوريكال فيستولا. تمام؟ طيب ايه تاني ممكن يحصل غير دي؟ طيب بصوا كده معايا، ها انزل تحت هنا اهوت، شايف المنظر ده والمنظر ده؟ هو نفسه اليوريكس اللي من هنا لهنا، بص عمل ايه؟ اتقفل. يعني الجزء اللي ماسك في السره ده اتقفل، والجزء اللي ماسك في اليورينري بلادر اتقفل. بص ساب مكانه ايه؟ ساب خط ابيض، يعني ليجامنت. بس الجزء اللي في النص ده ما اتقفلش، فضل مفتوح واتنفخ، عمل لي بالونه.
بالونه ورا جدار البطن. الحاله دي بنسميها يوريكال سيست. يوريكال سيست فيها مشكله؟ لا، بس كوزموتيك. العيان بيبقى متضايق، يحط ايده على جدار البطن كده من قدام، يحس ان في حاجه منفوخه وممكن تبقى باينه بالنظر. تمام، لو حب يعمل عمليه ويقفلها مفيش مشكله. يبقى دي اسمها يوريكال سيست، يبقى دي الانومالي الثانيه. طيب الانومالي الثالثه كان اسمها ايه؟ اسمها يوريكال ساينس. فين بقى اليوريكال ساينس؟ اهي الصوره اللي فوق دي والصوره اللي تحت دي. هتقولوا لي ليه اليوريكال ساينس هنا مرسومه صورتين، مش هي انومالي واحده؟ اه هي انومالي واحده، بس في منها نوعين. في نوع اسمه انترنال يوريكال ساينس ونوع اسمه اكسترنال يوريكال ساينس. ايه بقى اللي بيحصل هنا؟ بص على الصوره دي الاول. اليوريكس قفل، بس قفل الجزء اللي ناحيه المثانه اتحول لليجامنت، انما الجزء اللي ماسك في السره فضل مفتوح. يبقى الساينس او القناه اللي مفتوحه دي باينه قدام عينيك لانها ايه؟ متصله بالسره، باينه من بره، فنسميها اكسترنال يوريكال ساينس. طب لو العكس هو اللي حصل، لو الجزء اللي ماسك في السره هو اللي اتقفل طبيعي والجزء اللي في المثانه هو اللي فضل مفتوح، مش هنشوفها ومش هنكتشفها وما فيهاش مشكله، فهنسمي النوع ده انترنال يوريكال ساينس. طبعا النوع الاكسترنال ده مشكلته بس الانفكشن، ان ممكن هنا ايه يدخل من السره حاجات تعمل انفكشن. طيب دي كده الانوماليز. طب الطبيعي ايه بقى؟ الطبيعي ان الخط الابيض اللي انت شايفه دوت هنا مثلا، الخط الابيض يكمل لغايه فوق من الجهتين، يبقى كل دوت ليجامنت مقفول، كل ده ليجامنت مقفول. طيب لو بقى الحاله نورمال، لو الحاله نورمال يعني الليجامنت دوت نورمال واتقفل من الاول للاخر، بنسميه ايه؟ بنسميه ميديان امبلايكال ليجامنت. ميديان امبلايكال ليجامنت. ميديان يعني ايه كلمه ميديان؟ كلمه ميديان يعني في منتصف الجسم، في منتصف الجسم بالظبط. امبلايكال لانه ماسك في الامبلايكس، الليجامنت ده ماسك في الامبلايكس وهو ليجامنت. تمام، لو شلنا المنفوخه يكون سيست؟ لا، لو شلنا بنقفل دي، بنقفلها. تمام، كوزموتيك. طيب الليجامنت دوت وظيفته ايه؟ ده ليجامنت او رباط من الاربطه بتاعت المثانه، من الحاجات اللي بتعمل سبورت للمثانه. لما تاخدوا ان شاء الله اليورينري بلادر هتعرفوا فايده الليجامنت دوت. تمام، طيب سؤال قبل ما اسيب بقى الايه الالانتويس، في كام ميديان امبلايكال ليجامنت؟ اول صوره على اليسار دي، الصوره اللي على اليسار دي، دي اكبر ضرر، دي اكبر مشكله. متخيلين ان واحد يعيش حياته والمثانه فاتحه على بره وبتطلع البول على بره من السره وعرضه للانفكشن، يدخلها انفكشن من بره؟ طبعا مشكله كبيره قوي، يوريكال فيستولا مشكله كبيره ولازم تتحل، لازم نقفلها. طيب في كام بقى، في كام الانتويس؟ انا بسالكم يا شباب، في كام الانتويس في جسمي؟ في ثلاثه الانتويس. ليه في ثلاثه الانتويس؟ ليه هو واحد بس، هو الانتويس موجود في نص الجسم، يبقى في كام يوريكس؟ يبقى في كام يوريكس؟ هو يوريكس واحد لان اليوريكس بيطلع من الالانتويس. يبقى في كام ميديان امبلايكال ليجامنت؟ هو ميديان امبلايكال ليجامنت واحد ماسك من السره للمثانه. تمام، طيب ده يا شباب الجزء الصغير اللي في الاول بتاع الالانتويس. ركزوا لي بقى الجزء اللي جاي دوت، اللي هو الايه الامبلايكال كورد، الحبل السري. بصوا بقى يا جماعه، احنا هنبدا الحبل السري منين؟ بدايته هتبقى مين؟ هتبقى الجزء ده بتاع الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي كنا سميناه كونكتنج ستوك او بادي ستوك. تمام، طيب الكونكتنج ستوك يا شباب ناحيه الجنين، او الكونكتنج ستوك موجود ناحيه الهيد فولد ولا التيل فولد؟ قبل الفولدنج موجود ناحيه التيل فولد. تمام، برافو عليكم. طب الناحيه الثانيه الكونكتنج ستوك موجود ناحيه الكوريونيك فيلاي، صح ولا لا؟ ادي الكوريونيك فيلاي. طب الكوريونيك فيلاي اللي هنا دي اللي الصوابع فيها كتيره، كنت سميتها كوريون ايه؟ كوريون ايه؟ كوريون فروندوزا. تمام، يبقى معنى كده ان الكونكتنج ستوك اللي هي هتعمل لي امبلايكال كورد، اللي هي عباره عن اكسترا امبريونيك ميزوديرم، من ناحيه هتبقى متصله بالجنين
ومن الناحيه الثانيه هتبقى متصله بالكوريون فروندوزم. ايه بقى الكوريون فروندوزم ده اللي هيعمل ايه في المستقبل؟ اللي هيعمل البلاسينتا. يبقى اكن الامبلايكال كورد اللي هيتكون في المستقبل من ناحيه ماسك في الجنين ومن الناحيه الثانيه ماسك في البلاسينتا. طيب تمام، مين اللي في المرحله ديت داخل جوه الكونكتنج ستوك لسه مخلصينه؟ الالانتويس. طيب تعالوا بقى نعمل فولدنج، نكمل الفولدنج في الصوره ديت. بص ايه اللي حصل بعد الفولدنج، لقينا ان السكند يوكساك اتحولت زي ما قلنا لديفينيتيف يوكساك، ودي الضغط اللي كان اسمها فايتيلو انتستينال ضغط. تمام، طيب خد بالك من حاجه، في هنا هوت الخط الرفيع الاحمر اللي انا بشاور عليه دوت هو الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي كنا سميناه في الاول خالص ايه؟ سبلانكنيك لاير. دي السبلانكنيك لاير بتاعت الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. بص بقى بعد ما حصل الفولدنج ايه اللي حصل؟ الميزوديرم بتاع الكونكتنج ستوك قرب من الميزوديرم بتاع السبلانكنيك لاير، صح؟ بقوا قريبين من بعض هما الاثنين، ما بينهم مسافه صغيره جدا، المسافه البيضاء دي. تمام؟ طيب ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ده عايزكم تتخيلوه لان هي مش مرسومه في الصوره. بص كده، المسافه البيضاء اللي في النص دي الميزوديرم من هنا والميزوديرم من هنا هيعمل ديفلوبمنت بحيث يقفل المسافه دي، يعني يتكون هنا ميزوديرم في المنطقه دي، يبقى اكن دي هتدخل في دي. يعني اكن الامبلايكال كورد المبدئي اللي انا بكونه دلوقتي بقى داخل في تركيبه كمان مين؟ ما انت لما تحط اللون الاحمر ده في النص تقفله ما بينهم، يبقى اكن الفايتيلو انتستينال داكت برضه هتدخل في الامبلايكال كورد. صح ولا لا؟ واصله دي ولا فيها مشكله؟ تمام، طيب ركزوا معايا. تمام، لا لا ما حدش يسالني دلوقتي عن امعاء ومثانه، انسوا قصه الامعاء والمثانه دي خالص، ركزوا بس في الحته دي، مش بنتكلم خالص دلوقتي لا في امعاء ولا في مثانه، ما تتوهوش نفسكم. بص كده معايا، احنا اتفقنا دي اسمها فايتيلو انتستينال داكت. طب الفايتيلو انتستينال داكت دي كان جواها ايه يا شباب؟ قلت لكم بيتكون فيها بلاد فيزلز اسمها ايه؟ حد شاطر يقول بيتكون فيها بلاد فيزلز اسمها ايه؟ فايتال لاين فيزلز، تمام، اللي هي بتدي الانتستين. يبقى معنى الكلام ده ان انا لما ادخل الفايتيلو انتستينال داكت جوه الامبلايكال كورد يبقى اكني برضو دخلت مين؟ دخلت الفايتال لاين فيزلز جوه الامبلايكال كورد، من محتويات الامبلايكال كورد في المرحله المبكره دي. صح الكلام لغايه دلوقتي؟ تمام، واصله؟ طيب بص لي بقى الحته الجايه دي بقى هي اللي محتاجه تركيز قوي. بص في المنطقه البيضاء اللي في النص دي، احنا قلنا هنا في لون احمر هيتكون بحيث يربط ديب دي، يعني الفايتيلو انتستينال داكت تدخل هنا في الامبلايكال كورد. بص بقى مفيش لون احمر هيتكون في المنطقه دي، يعني اللون الاحمر هيتكون هنا بس، يعني اللي هيدخل جوه الامبلايكال كورد هي الفايتيلو انتستينال داكت بس، لكن المنطقه دي اللي فيها الديفينيتيف يوكساك مفيش هنا واصله هتتكون باللون الاحمر، يبقى اكن الديفينيتيف يوكساك مش هتدخل في الامبلايكال كورد. يهمني اول نقطه دي واصله لكم ولا مش واضحه؟ هي هتبان في صوره كمان شويه بس دلوقتي واصله. نقول تاني، بص كده احنا قلنا في لون احمر هيتكون في المنطقه البيضاء دي بحيث ان دوت يدخل في ده، يبقى الامبلايكال كورد هيبقى من محتوياته ساعتها الفايتيلو انتستينال داكت. جميل، اللون الاحمر اللي هيربط دي بدي هيتكون هنا بس في المنطقه اللي تحتيها فايتيلو انتستينال داكت، لكن مفيش لون احمر هنا، مفيش ميزوديرم هيتكون في المنطقه دي، يبقى ده مش هيرتبط بده اللي هي البالونه دي، يبقى اكن السكندري يوكساك مش هيتصل بالامبلايكال كورد، يبقى السكندري يوكساك مش من محتويات الامبلايكال كورد. تمام، بيبقى في فراغ. تمام، في فراغ ما بين الاثنين بيفصل الديفينيتيف يوكساك عن الامبلايكال كورد. تمام، طيب فين بقى اهم محتوى من محتويات الامبلايكال كورد؟ هو ليه اصلا الامبلايكال كورد ده معمول؟ معمول عشان يحصل تبادل للاكسجين والتغذيه ما بين الام والجنين، يبقى لازم يبقى في شرايين واورده توصل الجنين بالام، احنا ما اتكلمناش عليها، هي مش مرسومه، بس هيتكون جوه الكونكتنج ستوك هنا بلاد فيزلز.
طب البلاد فيزلز ديت هتبقى من محتويات الامبلايكال كورد، يبقى نسميها امبلايكال فيزلز. امبلايكال فيزلز، طب الفيزلز نوعين، يا ارترز يا فينز، فهيتكون الاثنين، هيتكون امبلايكال ارترز وهيتكون امبلايكال فينز جوه هنا اهو، ما بين الجنين وما بين الفيلاي دي جوه الامبلايكال كورد جوه الكونكتنج ستوك. طب في كم ارتري هيتكون يا جماعه؟ في كم امبلايكال ارتري هيتكون؟ حد عنده معلومه؟ اثنين امبلايكال ارترز، واحد يمين والتاني شمال، رايت اند ليفت امبلايكال ارترز. طب في كم امبلايكال فين هيتكونوا؟ لا في الاول برضه هيتكون اثنين، هيتكون اثنين امبلايكال فينز، رايت اند ليفت امبلايكال فين، بس اول ما يتكون الرايت امبلايكال فين على طول بيختفي، فيفضل عندنا امبلايكال فين واحد. يبقى هيبقى عندنا اثنين امبلايكال ارترز هنا اهوت جوه الامبلايكال كورد وواحد امبلايكال فين. طيب تعالوا بقى نفكر كده بعقلنا، احنا عايزين نجيب اكسجين من الام للجنين وننقل الدم اللي ما فيهوش اكسجين من الجنين للام عشان يحصل ايه التبادل ما بينهم. طيب جميل، لو احنا فكرنا كده بالمنطق هنقول ايه؟ هنقول الارتري هو اللي بيبقى فيه اكسجين والفين ما فيهوش اكسجين، يبقى المفروض ان الامبلايكال ارترز هي اللي يبقى فيها اكسجينيتد بلاد جاي من الام للجنين، صح الكلام؟ ده المنطق بيقول كده. لا هنا بقى العكس، الامبلايكال ارترز الاثنين هما اللي بيبقى فيهم نون اوكسجينيتد بلاد، صح، نفس الرئتين، والامبلايكال فين الوحيد اللي موجود اللي هو الليفت امبلايكال فين هو اللي بيبقى فيه اوكسجينيتد بلاد. يبقى اكن الليفت امبلايكال فين هو اللي جايب الاكسجين من الام للجنين، واكن الاثنين امبلايكال ارترز هما اللي جايبين الدم اللي ما فيهوش اكسجين من الجنين للام. طيب عشان ما نتوهش بقى، انا عايز اقول لكم دلوقتي عنوان وتجاوبوني، احنا بنتكلم عن الامبلايكال كورد في بدايته، في بدايه تكوينه، في المراحل المبكره من الحمل. الامبلايكال كورد في الحاله ديت ايه محتوياته؟ ركزوا معايا كده. اول محتوى في الامبلايكال كورد اللون الاحمر ده اللي هو مين؟ انا اسال وانتوا تجاوبوا بقى اشوف. اول محتوى في الامبلايكال كورد هو مين؟ الميزوديرم. جميل، نوع ايه الميزوديرم دوت؟ اكسترا امبريونيك ميزوديرم، تمام؟ يبقى دي اول محتوى في الامبلايكال كورد. تاني محتوى في الامبلايكال كورد في المرحله دي هو مين؟ ازاي ده، دي اسمها ايه؟ الالانتويس، تمام. ثالث محتوى في الامبلايكال كورد الانبوبه دي اللي اسمها ايه؟ ثالث محتوى الانبوبه اللي اسمها ايه؟ فايتيلو انتستينال داكت، تمام. رابع محتوى في الامبلايكال كورد في المرحله دي هو البلاد فيزلز اللي جوه الانبوبه اللي اسمها فايتال لاين فيزلز. خامس محتوى موجود في الامبلايكال كورد في المرحله ديت هم الامبلايكال فيزلز اللي هم الاثنين امبلايكال ارترز زائد الليفت امبلايكال فين، تمام؟ حلو الكلام؟ يبقى دي محتويات الامبلايكال كورد في المرحله الاوليه. طيب تعالى لي في الصوره اللي بعديها. ها بص كده معايا، ادي حصل فولدنج اهوت، ادي الامبلايكال كورد، شايفين الفيزلز اللي جواه دي؟ ها دي اللي هي الامبلايكال ارترز اند امبلايكال فينز، شايفين دوت؟ ها دي الفيتيلو انتستينال داكت جواها الفيتال لاين فيزلز، امال مين دي؟ الديفينيتيف يوكساك. معلش هنا اهوت في الايه؟ يعني ارجو تصلحوها، كومبوننتس اوف امبلايكال كورد ان ايرلي بريجنسي، ميزوديرم ماشي، vital line vessels ماشي، umbilical arteries ماشي، left umbilical vein ماشي، allantois ماشي، مش definitive yuxac. شيلوا ال definitive yuxac دي، حطوا مكانها vitello intestinal duct. vitello intestinal duct. المعلومة اللي فوق ديت يعني مش مهمة على مستواكم دلوقتي في سنة أولى، هتاخدوها قدام شوية، نبقى نقولها إيه؟ السنة الجاية إن شاء الله، اللي هي الفسيولوجيكال umbilical hernia. طيب هات لي بقى الصوره اللي بعديها. بصوا بقى في حاجه انا شرحتها وفيكوا ناس ما عرفوش يفهموها كويس، ركز كده معايا. ده في بدايه الفولدنج وده بعد ما اكتمل الفولدنج، ادي الامبلايكال كورد. الدكت الصفرة دي هي الفيتيلو انتستينال دكت. بص بقى ادي الديفينيتيف يوكساك. شايف الديفينيتيف يوكساك عامله ايه؟ موجوده بره الامبلايكال كورد. ادي الامبلايكال كورد هو اللي لونه احمر ده. ادي حدود الامبلايكال كورد لغايه هنا. يبقى الديفينيتيف يوكساك بره الامبلايكال كورد. واصله؟ بقت واضحه كده ولا فيها مشكله؟ تمام. طيب بصوا بقى ات بيرث
وقت الولاده قبل الولاده على طول. الامبلايكال كورد لا مش جزء منه، ده مش جزء منه، الجزء اللي متصل من اول هنا دي الفيتيلو انتستينال داكت، الانبوبه الصفراء دي فيتيلو انتستينال داكت وليس ديفينيتيف يوكساك. بص لي بقى، ات بيرث قبل الولاده قبل ما الطفل يتولد، هل الامبلايكال كورد بيفضل في نفس المحتويات اللي احنا قلناها من شويه؟ لا مش بيفضل في نفس المحتويات. ليه بقى؟ اول حاجه اللون الاحمر اللي عامل القوام الاساسي بتاع الامبلايكال كورد ده كان ميزوديرم، هو ده الميزوديرم. الميزوديرم قدام شويه بدل ما هو سوليد يعني بدل ما هو ماده ناشفه كده ميزوديرم بيتحول لماده شبه الجيلي، حاجه كده ايه طريه شبه الجيلي، هو مازال تركيبه ميزوديرم لكن قوامه هو اللي هيختلف يبقى شبه الجيلي. يبقى بدل ما تقول لي ميزوديرم تقول لي ان بيبقى في مكانه حاجه اسمها وارتونز جيلي، هو اسمه كده وارتونز جيلي. وارتونز جيلي دوت هو اللي بيتكون من الميزوديرم او بقايا الميزوديرم. يبقى دي اول تغير في المحتويات، انك بتغير اسم الميزوديرم لوارتونز جيلي. طيب الحاجه الثانيه، وارتونز جيلي هو ده كل اللون الاحمر ده، كل اللون الاحمر اللي كان ميزوديرم في الاول بيتحول لماده شبه الجيلي اسمها وارتونز جيلي. تمام. طيب الحاجه الثانيه من المحتويات يا شباب كانت ايه؟ كانت مين؟ مين الاخضر ده؟ ده كان الالانتويس. طيب مش احنا قلنا من شويه ان الالانتويس بيجي في مرحله بيختفي تماما الجزء اللي جوه الامبلايكال كورد؟ تمام. يبقى في المرحله المتاخره يعني قبل الولاده على طول ما بيبقاش فيه الانتويس، يبقى هتشيل الالانتويس من المحتويات. طب مش احنا قلنا دي الفيتيلو انتستينال داكت جواها فيتال لاين بيزلز؟ برضه في مرحله معينه الاثنين دول بيختفوا تماما، الانبوبه الصفراء دي اللي هي الفيتيلو انتستينال داكت بالفيسلز اللي جواها بتختفي تماما. يبقى في الحاله دي ما بقاش عندي لا فيتيلو انتستينال داكت ولا فيتال لاين بيزلز. مين بقى اللي بيفضل موجود لغايه وقت الولاده؟ لانه اهم حاجه الاثنين امبلايكال ارترز والامبلايكال فين الشمال. يبقى وقت الولاده بنسمي دوت ايه؟ بنسمي ده ديب النهائي اللي هو ات بيرث عند الولاده. الكومبوننتس يبقى مكون من ثلاث حاجات بس، هيبقى مكون من الوارتونز جيلي اللي هو جه من الميزوديرم اللي جواه زائد الاثنين امبلايكال ارترز والليفت امبلايكال فين. وقت الولاده الامبلايكال كورد بيبقى طوله قد ايه؟ في المتوسط تيبيكال بيبقى 50 سنتي. طبعا ممكن يكون اعلى من كده شويه، اطول شويه، اقصر شويه، لكن في حد معين في الطول لو زدنا عنه يبقى في مشكله ولو قصرنا عنه يبقى في مشكله، وهنقول الكلام ده كمان شويه، لكن التيبيكال ان هو 50 سنتي. طيب بيقول لك هنا ايه؟ الديفينيتيف امبلايكال كورد ده بعد الفولدنج اتس سيرفيس از كفرد باي امنيون. امنيون اللي هو السائل اللي بدانا بيه المحاضره في الاول خالص. يبقى بعد الفولدنج بقى الاميون او الاميوتيك فلويد مغطي الامبلايكال من كل الايه الاتجاهات. ايوه الفيتال لاين والالانتويس بيختفوا بالكامل. طيب بص كده معايا بعد كده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الامبلايكال كورد اكستندز فروم ذا فيتال امبلايكس تو ذا سنتر اوف ذا فيتال سيرفيس اوف بلاسينتا. يعني ايه؟ يعني لو مسكت الامبلايكال كورد ده من الناحيه دي هتلاقيه ماسك في سره الجنين، يبقى ماسك في الامبلايكس. طب الناحية التانية بيبقى ماسك في مين؟ مين دي؟ البلاسينتا. هو ماسك في منتصف البلاسينتا الناحية التانية. طيب وقت الولادة الامبلايكال كورد بيبقى فيه الثلاث حاجات دول، لكن بعد الولادة بيحصل بوست نيتال تشينجز، يعني في تغيرات بتحصل بعد الولادة. ايه هي؟ هل الامبلايكال ارترز والامبلايكال فينز دي بعد الولادة احنا محتاجينها؟ عندي اثنين امبلايكال ارترز وان امبلايكال فين، هل انا محتاجهم دلوقتي في حاجه؟ هيحصل فيهم ايه؟ هيحصل فيهم ايه؟ هيتحولوا لحاجات ثانيه. بص بقى الامبلايكال ارترز اللي هم الاثنين احنا بنقص الحبل السري من هنا، هوريكم صوره ليها كمان شويه، بنقص الحبل السري من هنا، يعني بيبقى معاك الجنين بعد الولاده في جزء من الحبل السري متعلق في جدار البطن. تمام؟ الجزء دوت ممكن اوريكم الصوره من دلوقتي مفيش مشكله، بصوا كده على الصوره دي. ادي الجنين اهو بعد الولاده، انت قصيت الامبلايكال كورد وربطته من هنا وبتسيبه هو بيقع من نفسه، الجزء ده بيقع بعد كام يوم وبيسيب بس السره هنا اهو. اللي باين قدامي اللي هي الفيزلز اللي جوه دي هي الامبلايكال فين.
يبقى لغايه الولاده بيبقوا الاثنين دول موجودين، امبلايكال ارتريز وامبلايكال فين. بعد الولاده بقى، بعد ما يقع الجزء ده من الحبل، في اجزاء من الامبلايكال ارتريز والامبلايكال فينز داخله في الجسم من جوه، ملهاش وظيفه دلوقتي، يبقى لازم تختفي. طيب كيف بيتحمل نفسه؟ هو بيتحمل نفسه كده، خلقت ربنا. بعد الولاده، لو حد فيكم عنده اخوات صغيرين وشاف الحكايه ديت، بيلاقي ان بعد الولاده بحوالي كده اسبوع، ها الجزء دوت مربوط اهو، بتلاقي الجزء دوت بيدبل وبيقع. طيب ها بص بقى، الامبلايكال ارتريز اللي جوه جسم الجنين بعد الولاده بتتحول لليجامنت اسمه ميديال امبلايكال ليجامنت. ميديال امبلايكال ليجامنت. انا عندي كام امبلايكال ارتري؟ عندي كام امبلايكال ارتري؟ عندي اتنين. يبقى لما الاتنين امبلايكال ليجامنت، يبقى انا عندي كام ميديال امبلايكال ليجامنت بقى؟ عندي كام ميديال امبلايكال ليجامنت؟ عندي اتنين ميديال امبلايكال ليجامنت، يفضلوا مكملين معانا طول العمر. احنا كلنا كده جوه جسمنا في اتنين ليجامنتس، واحد يمين والتاني شمال، اسمهم ميديال امبلايكال ليجامنتس، دي البقايا امبلايكال ارترز. طيب الحاجه الثانيه، الليفت امبلايكال فين. عارفين يا شباب الليفت امبلايكال فين ده في الجنين لما بيدخل جوه الجسم بيروح فين؟ بيوصل لمين؟ بيوصل للليفر، بيروح ناحيه الكبد، بيوصل لغايه الكبد. فبالتالي الليفت امبلايكال فين ده لما يتقفل بعد الولاده بيبقى مكانه ليجامنت. الليجامنت ده اسمه ايه؟ ليجامنتم تيرس اوف ذا ليفر. ده واحد من الاربطه اللي ماسكه في الكبد اسمه ليجامنتم تيرس. مش هتعرفوه او مش هتشوفوه غير لما تاخدوا الليفر ان شاء الله في سنه ثالثه. طب انا عندي ليفت امبلايكال فين، يعني هو فين واحد، عندي كام ليجامنتم تيرس؟ هو ليجامنتم تيرس واحد بس ماسك في الليفر. طيب ها، اللي طاح بعد الولاده الجزء المكشوف من الامبلايكال كورد جوه خارج الجسم، اللي هو الجزء اللي ماسك. طيب بصوا يا جماعه، دي البوست نيتال تشينجز. طب الالانتويس اخباره ايه؟ الالانتويس اختفى من بدري بس ساب جزء جوه جسم الجنين كان اسمه يوريكاس، والجزء اللي اسمه يوريكاس ده بعد الولاده هيتقفل ويتحول لليجامنت اسمه ميديان امبلايكال ليجامنت. اظن ده احنا قلناه قبل كده اهو. خد بالك البوست نيتال تشينجز، الحاجات اللي كانت جوه الامبلايكال كورد بتتحول لايه بعد الولاده، دي من النقط المهمه جدا اللي بتتسال كتير. تقول لي الاثنين امبلايكال ارترز هيتقفلوا ويسيبوا اثنين ليجامنتس اسمهم ميديال امبلايكال ليجامنت. تقول لي الفين هيتقفل بعد الولاده ويتحول لليجامنتم تيرس اوف ذا ليفر. تقول لي الالانتويس اساسا بيختفي من بدري من جوه الامبلايكال كورد بس في جزء منه بيفضل جوه الجسم اسمه يوريكاس، واليوريكاس ده بعد كده هيتقفل ويديني ليجامنت اسمه ميديان امبلايكال ليجامنت اللي كان ماسك في المثانه اللي شفناه من شويه. يعني مجموع الليجامنتس اللي معانا دلوقتي اربعه ليجامنتس، اثنين ميديال، واحد ميديان، واحد ليجامنتم تيرس. الاولاني اثنين، رقم واحد هنا هو اثنين ميديال امبلايكال ليجامنتس لان الاثنين امبلايكال ارترز. تمام؟ طيب السره بعد الولاده ملهاش فايده؟ ملهاش فايده، هي السره قبل الولاده كانت هي وسيله الاتصال ما بين الامبلايكال كورد ده خلاص بتفضل هي الاثر. ها هات لي بقى بعد كده، دي الصوره اللي الشباب اللي انا بقول لكم بيقع بعد الولاده. يعني الطفل اللي بيتولد بعد الولاده احنا مش بنقص الحبل السري من هنا، مش بنقصه من عند السره، بنقصه بعيد شويه عن السره وبنربط الجزء المقصوص ده وبنسيب الجزء دوت نغير عليه بس بمطهرات كده لغايه اما يقع بعد كده. تمام؟ معقوله في بعد كده في طفل مولود؟ طيب بنربط عشان ما يحصلش انفكشن يا دكتوره، لان ما زال في المرحله دي اول ما بيتولد لسه الامبلايكال فيزلز ديت مفتوحه، فانت لو سايبه هنا الجزء دوت مفتوح ممكن يدخل منه انفكشن، ممكن يدخل منه اورجانيزم او حاجه تعمل انفكشن تدخل لداخل الجسم فبتربطيه. طيب بص لي هنا اهوت بقى على الصوره دي، ايه ده؟ دي صوره ممكن تكون امتحان العملي. ادي شكل الامبلايكال كورد، ها ادي شكل الامبلايكال كورد
وادي البلاسينتا دي هتاخدوها في حصه لوحدها في محاضره لوحدها، ادي شكل البلاسينتا، وادي الامبلايكال كورد ماسك في منتصف البلاسينتا بالظبط، ده التيبيكال ان هو يبقى ماسك في منتصف البلاسينتا. طيب تعالوا لنا بقى نشوف ايه هي الانوماليز بتاعه الامبلايكال كورد، ايه المشاكل اللي ممكن تحصل في الامبلايكال كورد. بصوا كده اول حاجتين، اول حاجتين عكس بعض، يا اما الكورد يبقى طويل تو لونج كورد اكتر من 120 سنتي، او يكون قصير تو شورت كورد اقل من 20 سنتي. طيب ايه مشكله الكورد لو طوله اكتر من 120 سنتي؟ بيعمل لي كويلز اراوند ذا نيك، المفروض ان الجنين مش ثابت بيتحرك باستمرار، فممكن لو الكورد طويل قوي كده اهوت الجنين وهو بيتحرك وبيلف حوالين نفسه يقوم الكورد يلف حوالين رقبته يحصل له اسفيكسيا، يختنق. يختنق ليه؟ لان الكورد لما بيلف الجنين الفيزلز اللي جواه اللي هي الامبلايكال فيزلز بتنضغط، انت لما تلفها كذا لفه حوالين بعض كده الكورد اكنك قفلت الفيزلز دي ضغطت عليها، تقوم لما تضغط عليها يبقى تمنع تبادل الغازات ما بين الام والجنين، مش هيوصل له اكسجين هيحصل له اسفيكسيا. التو لونج كورد. طب لو تو شورت كورد، لو قصير اقل من 20 سنتي، بص لي على الصوره دي. النورمال ان ده الامبلايكال كورد، الجنين بما ان طول الامبلايكال كورد مناسب بيبقى مريح او نايم على جدار الرحم بالمنظر ده. لو الكورد قصير اقصر من 20 سنتي الجنين هيترفع لفوق شويه، مش هيبقى مريح على جدار الرحم، هيبقى متعلق في الكورد القصير، فبالتالي ممكن يحصل ايه؟ تقل الجنين يعمل ايه؟ يشد الامبلايكال كورد يقوم فاصل لي البلاسينتا، ممكن الكورد نفسه يتقطع وممكن البلاسينتا هنا هو تتفصل تتشد. طب لو حصل دوت ممكن يعمل ايه؟ ايرلي سيباريشن اوف بلاسينتا، ممكن يحصل ترمينيشن اوف بريجنسي، خلاص الحمل ما يكملش. يبقى التو لونج كورد في مشكله، التو مشكله. المشكله الثالثه حاجه اسمها نوتس. نوتس يعني ايه؟ يعني عقد، عقده. عقده يبقى اكنك جبت الكورد ده اكنه حبل وربطته عملت فيه عقده. عندي نوعين من العقد، حاجه اسمها ترو نوت وحاجه اسمها فولس نوت. ترو نوت هي عقده حقيقيه، ممكن من كتر حركه الجنين خصوصا لو الكورد طويل الكورد دوت يلف حوالين نفسه ويتكون فيه عقده، يعمل لي نفس المشكله اللي كانت هنا، يعمل لي اسفيكسيا لانك قفلت البلاد فيزلز اللي جواها اللي هي الامبلايكال فيزلز. ده لو ترو نوت. طب يعني ايه فولس نوت؟ فولس نوت دي بنكتشفها بعد الولاده، بعد ما يتولد الجنين كده تمسك الكورد تلاقي ان في جزء من الكورد منفوخ اكن في عقده، لكن انت لو بصيت كده دي مش عقده ولا حاجه، ده المشكله الوحيده ان الوارتون سيجيلي او الميزوديرم اللي جوه الكورد اتراكم في المنطقه دي بكميه زياده فنفخ الكورد في المنطقه دي فاداك انطباع ان في عقده، دي بنسميها فولس نوت، دي نتيجه للاكيوميليشن اوف وارتون سيجيلي ودي ما فيهاش اي مشكله. طيب ايه الانوماليز اللي بعد كده في الكورد؟ خدوا بالكم الانوماليز اربعه وخمسه دول كده كده هتاخدوهم تاني مع البلاسينتا، ناخد فكره عنهم دلوقتي. دول بنسميهم abnormal attachment of the cord، يعني ان الكورد يبقى ماسك في منطقه ها مش طبيعيه. احنا اتفقنا الكورد بيبقى ماسك فين؟ بصوا كده في الصوره اللي بعديها دي، ها ده المنظر الطبيعي، الامبلايكال كورد بيبقى ماسك في منتصف البلاسينتا بالظبط. طيب ايه بقى المشكلة اللي عندي هنا في الاتاتشمنت؟ المشكلة الأولانية باتل دور بلاسينتا، دي معناها ان الامبلايكال كورد بدل ما يمسك في منتصف البلاسينتا هنا بيبقى ماسك في حواف البلاسينتا في البريفري اوف بلاسينتا، يبقى دي كده انومالي. الانومالي الجاية بقى هي اللي خطيرة، الانومالي الجاية قد تكون خطيرة اللي هي اسمها ايه؟ filamentous insertion of the cord. يعني ايه filamentous insertion of the cord؟ دي نشوفها في الصوره اللي بعديها. ابص كده الكورد دوت بيبقى جواه امبلايكال فيزلز زي ما اتفقنا. هنا في حاله الفيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد ادي الكورد اهو مش بيوصل اصلا للبلاسينتا، مش ماسك في البلاسينتا، ماسك في الممبرينز اللي حوالين البلاسينتا والبلاد فيزلز اللي جواه بتطلع منه عشان توصل للبلاسينتا فتبقى exposed umbilical vessels، فده طبعا ممكن يعمل مشكله مع حركه الجنين ومع الضغط بتاع الرحم. المفروض ان الامبلايكال فيزلز دي بتبقى مكشوفه في قلب البلاسينتا مستخبيه البلاسينتا بتحميها، لكن لما تبقى مكشوفه كده اهوت ممكن يحصل فيها رابتشر، ممكن يحصل فيها انفجار
فيتقطع البلاط هاي للجنين. بنسمي الحالة دي فيلامنتس انسيرشن اوف ذا كورد، ان الكورد مش واصل للبلاسينتا، ماسك في الممبرينز والبلاد فيزلز بتبقى مكشوفة. طيب تمام، ليها علاج؟ والله يعني لا، يعني غالبا ما بيبقى لهاش علاج معروف، يعني هيبقى اكتشفوها بالالترا ساوند، وبتبقى مشكلة طبعا. يعني ايه؟ لو في فحص الالترا ساوند، فحص روتيني كده للحمل، بيكتشفوا وجود الفيلامنتس انسرشن اوف ذا كورد. طيب كده يا شباب الجزء النظري بتاعنا خلص، عندنا بقى كام صورة عملي كده اهوت، عندنا كام صورة عملي كده عايزين ايه نراجعهم مع بعض. هنبدأ بأول صورة. معلش الجهاز مش عارف تقيل لي، مش عايز يحمل. ها بصوا يا جماعة، الصورة دي انتوا خدتوها قبل كده؟ خدتوا الصورة دي قبل كده؟ طيب تمام، نراجع كده المعلومات اللي في كافيتي باللون الأصفر وفي كافيتي باللون الأحمر تحتيه. تمام؟ طيب الكافيتي اللي باللون الأصفر دوت هو الأمنيوتيك كافيتي، والكافيتي اللي باللون الأحمر ده هو اليوكساك. فرق ما بينهم إزاي؟ هتلاقي هنا هو الكافيتي اللي اسمه اليوكساك طالع منه بروز او صباع، طالما طالع البروز ده يبقى ده الالنتويس، طالما ده الالنتويس يبقى دوت اليوكساك سكندري، اكيد سكندري يوكساك، لان الالنتويس ما بيطلعش من البرايمري يوكساك، يبقى دوت السكندري يوكساك، يبقى اكيد ده الامنيوتيك كافيتي. طيب مين الطبقتين اللي هنا دول؟ اللي فوق ديت الصفرة هتبقى الايبي بلاست، واللي تحت الحمراء دي الهايبوبلاست. طيب بص لي بره هنا اهوت، هتلاقي في لون دي محاوط الاثنين كافيتيز، يبقى دوت الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، ده الاكسترا امبريونيك ميزوديرم، يبقى دي اني لاير من الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي بتحاوط الامنيوتيك كافيتي، يبقى دي سوماتيك لاير، يبقى دي اني لاير اوف ميزوديرم اللي بتحاوط اليوكساك، يبقى دي السبلانكينيك لاير. بعد كده هتلاقي الميزوديرم اهو كمل من بره اهوت، يبقى دي السوماتيك لاير اللي بره بتاعه الميزوديرم، وفي كافيتي هنا اهوت في النص اكسترا امبريونيك سيلم، اكسترا امبريونيك سيلم. تمام، طيب بص لي هنا اهوت، هتلاقي ان طالع هنا اهوت ايه، طالع فيلاي، في فيلاي اهي طالعه، يبقى دي كوريونيك فيلاي، برايمري او سكندري او تيرشري، اني نوع من الفيلاي ده؟ دي انهي نوع من الفلاي اللي باينه قدامنا في الصوره؟ برايمري فلاي. تمام، طب ليه ما نقولش ان هي سكندري فلاي؟ لان اللون الرمادي الفاتح ده اللي هو الميزوديرم لسه على شكل دايره، ما طلعش منه زوايد، ما دخلش في قلب الفلاي دي. احنا قلنا عشان تبقى اسمها سكندري فلاي لازم يدخلها ميزوديرم، ما دخلهاش ميزوديرم، ده بس التروفوبلاست ده. يبقى اللي قدامنا في الصوره ديت الايه؟ البرايمري فلاي. تمام؟ دي صوره انتوا خدتوها قبل كده. ناخد صورة برضو من الصور القديمة نراجعها تاني، وبعد كده ندخل في الصور الجديدة. طيب ها الصورة دي يا شباب نفس اللي فاتت، ونزود عليها حاجات بسيطة. ها نبدأ من فوق، الكافيتي اللي باللون الأحمر ده هيبقى الأمنيوتيك كافيتي، والكافيتي اللي باللون الأصفر تحتيه دوت هيبقى اليوكساك عشان طالع منه الألانتويس، وادي الايبي بلاست وادي الهايبو بلاست، دي السكندري يوكساك. اللي باللون الرمادي حواليهم من بره دوت هيبقى الميزوديرم اكسترا امبريونيك، الطبقه اللي حوالين الامنيوتيك كافيتي ديت هتبقى سوماتيك لاير، الطبقه اللي حوالين اليوكساك دي هتبقى سبلانكينيك لاير، الجزء اللي بره دوت هو تكمله الايه السوماتيك لاير بتاعت الميزوديرم اهو، في النص ما بينهم ده هيبقى الاكسترا امبريونيك سيلم، الجزء بتاع الميزوديرم اللي فوق ده هو الكونكتنج ستوك او البادي ستوك اللي هتعمل لي الامبلايكال كورد في المستقبل. طيب اتكون عندي هنا اهوت فيلاي، اهي الفيلاي دي الميزوديرم اللي هنا اللي لونه رمادي ابتدى يطلع منه صوابع تخش في الفيلاي، يبقى الفيلاي ديت ايه؟ سكندري فيلاي.
سكندري فيلاي، ادي الميزوديرم وادي التروفوبلاست اللي ايه اللي بره ده. ما بين الفيلاي وبعدها وبعضها، خدوا بالكم كل دي على بعضها اسمها كوريونيك فيزيكل. الكوريونيك فيزيكل دي مدفونه في قلب بطانه الرحم، يبقى الجزء اللي الاحمر ده كله ده الايه الرحم. دايرتين اللي تحت اليوكساك مرحله معينه بيبقى فيه سكندري يوكساك وتحتيها برايمري يوكساك، وبعد كده البرايمري يوكساك دوت بيصغر ويختفي، دي البقايا بتاعت البرايمري يوكساك اللي تحتيها، دي بقايا البرايمري يوكساك. تمام؟ طيب بص لي هنا اهو، هتلاقي ما بين الفيلاي وبعضها في لون احمر. ايه؟ نعم دكتور، نعم هذه اللي طالعه اللي انت حاط عند البوينتر، هذا الفيلاي صح؟ اللي تصير طالعه شوي فين بالضبط؟ إيه دي؟ دي الفيلاي. ايوه تمام، انت قلت تو تروفو بلاست. تروفو بلاست اه دي اللي هي يعني كذا يعني مستقيمه جنب الفيلاي، بين كل فيلاي وفيلاي هي نفس التروفو بلاست. لا اللون البني دوت يعني بص كده على كل فيلاس من دول، ادي فيلاس مثلا مكونه من أيوة. قلب، القلب الرمادي الفاتح داخل دوت الميزوديرم، طالما دخل ميزوديرم يبقى دي بقت سكندري فيلاي، لو ما كانش الجزء الفاتح ده موجود كانت هتبقى برايمري فيلاي، يبقى دي سكندري فيلاي، ادي ميزوديرم. الجزء البني اللي من بره ده بقى اللي هو تكمله الفيلاي، اللي هو التروفو بلاست، اللي هو السنسيتيو بلاست والسايتو تروفو، يعني الطبقه، بس هو هنا مديهم لون واحد مع بعض. تمام؟ وصلت ولا فيها مشكلة؟ تمام شكرا دكتور. طيب بصوا لي بقى ما بين الفيلاي هتلاقوا فيه لون احمر فاتح، ده ايه؟ ده الماتيرنال بلاد، دي الماتيرنال بلاد. المسافة اللي ما بين الفيلاي اللي فيها الماتيرنال بلاد دي اسمها انترفيلاس سبيس، انترفيلاس سبيس. ايه بقى الفايبر كواجولم دي؟ دي ما تهمنيش، بس بما ان هي موجوده وسالته عليها، ها التركيبه دي كلها مغروسه في بطانه الرحم. مش كان عندنا عمليه اسمها امبلانتيشن التركيبه دي في البدايه وهي داخله بتعمل حاجه اسمها امبلانتيشن؟ طيب يبقى وهي داخله في بطانه الرحم بتدخل من منطقه بتفتحها، فتدخل في الرحم بالتركيبه دي كلها بيتقفل الجزء ده بفايبرين، فدي الفايبرين كواجولم ما تهمنيش. طيب يبقى هنا هو المسافه اللي ما بين الفيلاي اللي فيها الماتيرنال بلاد دي اسمها انترفيلاس سبيس، ودي تهمني اسمها انترفيلاس سبيس. طب دي بطانه الرحم نفسها، اشوف بقى انتوا فاكرين ولا لا، الجزء اللي فوق دوت اسمه ديسيديوا بيزاليس، اسمه ديسيديوا بيزاليس، والجزء اللي حوالين التركيبه ديت اسمه ديسيديوا كابسولاريس، دي ديسيديوا كابسولاريس. وبطانة الرحم لو كانت مكملة الجزء المقصوص من هنا والجزء اللي من هنا كان هيبقى اسمها ديسيديوا بارايتاليس، يبقى دي ديسيديوا بيزاليس ودي ديسيديوا كابسولاريس، والجزء اللي مقصوص من بره كان اسمه ديسيديوا بارايتاليس. تمام؟ الصورتين دول سبق وخدتهم قبل كده، تعالوا بقى نبدأ صور جديدة النهاردة وهي مش صور كتيرة مش هتاخد وقت. بصوا بقى الصورة الجاية، معلش تعمل الصور تقيل شوية، في لو جت في الاختبار اتروفو بلاست ما نكتبش لا سينسيتي ولا سايتو تروفو بلاست، وهي مش هتيجي يعني، هي لو سألنا في المنطقة دي بنشاور بس، بنبقى عايزين اسم الفيلاس برايمري ولا سيري ولا تيرشري فيلاي. بصوا يا شباب ادي الجنين اهوت بعد ما حصل فولدنج. طيب ايه دي بقى؟ في ظهر الجنين هنا هتلاقوا في منطقة ها مسننة كده شوية، المفروض تكونوا خدتوها في محاضرة الثيرد، دي حاجة اسمها سومايتس، دي حاجة اسمها سومايتس. تمام؟ تمام، يبقى ادي الايه السومايتس. طيب بص لي هنا اهوت، ادي الامبلايكال كورد، ادي الامبلايكال كورد اللي باللون الازرق ده، شايفين جوه الامبلايكال ايه؟ في بلاد فيزلز لونها ازرق واحمر، يبقى دي الفيزلز اللي اسمها ايه يا شباب؟ حد عارف؟ الفيزلز اللي جوه الامبلايكال كورد دي ايه؟ امبلايكال فيزلز. تمام، امبلايكال فيزلز زائد واحد امبلايكال فين. طيب مين البالونه اللي طالعه بره الامبلايكال كورد لوحدها دي؟
دي الديفينيتيف يوكساك، ديفينيتيف يوكساك. شايفين الديفينيتيف يوكساك متوصله بانبوبه ضيقه داخل الجنين اسمها ايه؟ فيتيلو انتستينال داكت. ادي الفيتيلو انتستينال داكت. لقينا هنا هو ان في بلاد فيزلز موجوده داخل اليوكساك ومكمله في الفيتيلو انتستينال. يبقى البلاد فيزلز دي اسمها فيتال لاين فيزلز. فيتال لاين فيزلز. تمام؟ يبقى هنا هو عندنا فيتال لاين فيزلز وجنبها هنا هو في امبلايكال فيزلز. تمام؟ طيب انا عملت فولدنج، يبقى الكافيتي دوت يبقى مين؟ اللي حوالين الجنين محاوطه من كل الاتجاهات ووصل للامبلايكال كورد. يبقى ده اني كافيتي؟ يبقى ده الامنيوتيك كافيتي. طيب طالع عندي هنا هو بروزات يعني فيلاي، تفتكروا دي اني فيلاي؟ برايمري ولا سكندري ولا تيرشري؟ تيرشري اكيد، انا وصلت لمرحله متاخره خلاص، واللي ياكد ان الامبلايكال فيزلز خلاص اتكونت، يعني الامبلايكال فيزلز هتدخل في قلب الفيلاي. لما الفيلاي يدخل فيها امبلايكال فيزلز في قلبها يبقى اسمها تيرشري فيلاي. يبقى عينه زي دي لو شاورت لك على الفيلاس دوت بسهم وقلت لك اسمه ايه؟ تقول لي اسمه تيرشري فيلاي. تمام؟ طيب. دي سلايد سهله. هات بقى السلايد اللي بعديها مهمه جدا. ها بصوا يا شباب ركزوا بقى في السلايد ده الله يخليكم. ها بص كده اهو، ها عندي هنا اهوت، ادي الامبريونيك ديسك وفي بدايه للفولدنج، يعني الفولدنج بيبتدي في المرحله دي. طب الامبريونيك ديسك دوت مكون من ايه في المرحله دي؟ ده ترايلامينر امبريونيك ديسك، يعني مكون من ثلاث طبقات. الطبقه اللي فوق اللي باللون الابيض دي هتبقى مين؟ اكتوديرم ولا اندوديرم؟ الطبقه البيضاء دي اكتوديرم ولا اندوديرم؟ اكتوديرم. تمام، برافو عليكم. طب الطبقه اللي تحت اللي باللون الاصفر دي الرفيعه دي هتبقى اكتوديرم ولا اندوديرم؟ الطبقه اللي تحت دي هتبقى اكتوديرم ولا اندوديرم الصفرة دي؟ انا بسالكم على فكره. الطبقه الصفرة اللي تحت هتبقى اندوديرم، اكتوديرم ابيض فوق واندوديرم اصفر تحت. جميل. ظهر عندي طبقة ثالثة في النص لونها أخضر، يبقى الطبقة اللي في النص ديت هتبقى مين؟ هتبقى الميزوديرم. تمام، بس خد بالك من حاجة، المقطع اللي قدامك ده أنا واخده في نص الجسم بالظبط، فالميزوديرم اللي موجود في نص الجسم دوت بقى ما تقولش ميزوديرم، أنتوا خدتوا في السيرد ويك إن ده اسمه نوتو كورد. يعني المنطقة اللي في المنتصف ديت اللي لونها أخضر دي نص الجسم بالظبط، ده النوتو كورد. يبقى ده نوتوكورد. طيب احنا حطينا هنا اهوت الطبقه الثالثه باللون الاخضر، طب بص لي في المنطقه دي، ده هنا في طبقتين بس، ابيض من فوق واصفر من تحت، وفي الحته دي في طبقتين بس، ادي ابيض وادي اصفر، مفيش اخضر. خدتوا الكلام ده في السيرد ويك، ان ناحيه الهيد بيبقى في منطقه مكونه من اكتوديرم واندوديرم بس، وناحيه التيل في منطقه مكونه من اكتوديرم واندوديرم بس وما فيهاش ميزوديرم. المنطقة دي كان اسمها ايه والمنطقة دي كان اسمها ايه؟ المنطقة اللي قدام دي كان اسمها اورال ممبرين. اورال ممبرين. الاورال ممبرين دوت اللي لما هيتفتح، يعني الطبقتين دول يتفتحوا هيعملوا فتحة الماوث ناحية الراس. أما الممبرين اللي ورا الطبقتين دول اسمهم كلواكل ممبرين. ده هيتفتح، الطبقتين دول هيتفتحوا يعملوا فتحة الانس أو الانال كانال. يبقى لو شاورت لك على المنطقة دي تقول لي دي اسمها كلواكل ممبرين، ولو شاورت لك على المنطقة دي تسميها ممبرين. طيب مين الكافيتي بقى اللي فوق دوت؟ الكافيتي اللي فوق ناحية ظهر الجنين ده هيبقى الأمنيوتيك كافيتي. مين الكافيتي الأصفر اللي تحت الجنين ناحية بطنه؟ ده هيبقى اليوكساك. طب اليوكساك في المرحلة ديت لسه الفولدنج ما اكتملش، يبقى اسمها إيه؟ برايمري ولا سكندري ولا ديفينيتيف؟ اسمها في المرحلة دي قبل الفولدنج سكندري يوكساك. ايه اللي يثبت لك زيادة ان دي سكندري يوكساك؟ طالع منها صباع مجوف اهو صغير داخل هنا اهو. مين الصباع ده؟ ده الالانتويس. جميل. امال مين الاخضر دوت؟ مين الاخضر اللي الالانتويس بيدخل جواه؟ ده الميزوديرم اللي اسمه ايه؟ كونكتنج ستوك او بودي ستوك اللي هيعمل الامبلايكال كورد.
ايه اللي يثبت ان هو ده الكونكتنج ستوك؟ بص كده في قلبه لقيت فيه بلاد فيزلز احمر وازرق، يبقى ديت الفيزلز اللي ماشيه في الامبلايكال كورد، يبقى دي الامبلايكال فيزلز. طيب بص لي هنا اهوت، لقيت ان فيه فيلاي، ادي صوابع طالعه. الفيلاي دي يا برايمري يا سكندري يا تيرشري، مين اللي قدامنا في الصوره؟ تيرشري فيلاي. ايه اللي يثبت ان دي تيرشري فيلاي؟ لقيت ان الامبلايكال فيزلز اهو طالع منها فروع داخله في قلب الفيلاي، يعني في فيتال بلاد، يبقى انا دخلت في مرحله التيرشري فيلاي. الصوره دي تهمني جدا، هشاور بسرعه واقول الاجزاء اللي ممكن تتسال. ادي تيرشري فيلاي، ادي الكونكتنج ستوك، ادي الامبلايكال فيزلز، ادي الالانتويس، ادي الامنيوتيك كافيتي، ادي اليوكساك السكندري يوكساك، ادي الابيض ده هو الاكتوديرم، الاصفر ده هو الاندوديرم، الاخضر ده هو النوتوكورد، الممبرين اللي ورا ده هو الكلواكال ممبرين، والممبرين اللي قدام ده هو الاورال ممبرين. كل حاجه مكتوبه عندكم، مفيش اي مشكله. هات بقى الصوره اللي بعديها. الصوره اللي بعديها هي نفس فكرتها، فهنقولها بسرعه ونركز بس على الجديد اللي فيها. بصوا يا شباب، ادي الجنين بعد الفولدنج اهو، ها ادي الجنين بعد الفولدنج، ادي الهيد فولد وادي التيل فولد، ادي الكافيتي اللي حواليه ده هو مين؟ هو الامنيوتيك كافيتي، ادي الحبل السري اللي ماسك فيه اللي هو الكونكتنج ستوك، ادي الديفينيتيف يوكساك، وادي الانبوبه اللي متصله بيها اللي هي الفيتيلو انتستينال داكت. تمام، ادي الامبلايكال فيزلز اللي هما الاثنين امبلايكال ارترز وان امبلايكال فين. ادي الصوابع اللي طالعه اللي اسمها ايه؟ اسمها تيرشري فيلاي. تيرشري فيلاي باين ان جواها في فيتال بلاد اهو. المسافات اللي ما بين التيرشري فيلاي دي فيها ماتيرنال بلاد، يعني المحتوى بتاعها ماتيرنال بلاد، لكن المسافة نفسها اسمها ايه؟ اسمها انترفيلوس سبيس. انترفيلوس سبيس، تمام؟ الجزء اللي انا بشاور عليه ده كله، والكلام ده هتاخدوه في محاضرة تانية بالتفصيل تاني، يعني الصورة دي هتتعب لكم تاني، الجزء ده على بعضه اسمه ايه؟ اسمه البلاسينتا. هي دي الايه؟ البلاسينتا، تمام؟ هات الصورة اللي بعديها. الصورة اللي بعديها. الصورة اللي بعديها يا شباب في منتهى البساطة، ادي البلاسينتا، القرص ده هو البلاسينتا، واللي طالع منه ده هو الايه؟ هو الامبلايكال كورد، تمام؟ طيب كده انا يعتبر ان انا خلصت يا شباب الجزء العملي. عايز بس اديكوا فكرة، هو امتحان العملي بيجي ازاي؟ يعني انا لو جبت لك مثلا امبلايكال كورد، هقول لك ايدنتيفاي تقول لي امبلايكال كورد، كده نص الدرجة او اقل من نص الدرجة. بعد كده انت ممكن تتسال اي سؤال نظري عن الامبلايكال كورد، يعني لازم تبقى مذاكر النظري قبليها. يعني اقول لك مثلا الطول بتاعه كام؟ امتى يبقى طويل قوي لو اكتر من 120؟ امتى يبقى قصير قوي لو اقل من 20؟ ايه الانوماليز بتاعه الامبلايكال كورد؟ اطلب منك مثلا اثنين او ثلاثه انوماليز تكتب لي اساميهم، تمام؟ ايه المحتويات بتاعه الامبلايكال كورد؟ تكتب لي ايه محتويات الامبلايكال كورد؟ يبقى نص درجة الامتحان أو أقل شوية بتبقى عن الايدنتيفيكيشن، ومعظم الدرجة بتيجي على السؤال النظري اللي ممكن يتسأل في أي حاجة للأسف يعني. تمام؟ بس يا شباب، أدي موضوعنا النهاردة.